زار عدد من المبعوثين الدوليين السودان في خطوة من شأنها دعم الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، حيث أكد المبعوثون وقوفهم إلى جانب السودان لتجاوز المرحلة الانتقالية. حركة نشطة للمبعوثين الدوليين تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم تؤكد على تنامي الاهتمام الدولي بمستقبل السودان، خصوصا بعد توقيع المجلس العسكري الانتقالي وأقوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، ما يمهد لتشكيل حكومة مدنية ستتولى السلطة بعد التوقيع النهائي المقرر في 17 أغسطس الجاري. أولى هذه النشاطات كانت زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية للخرطوم ولقائه رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقيادات في الحرية والتغيير، حيث تعهد بدعم التحول الديمقراطي في السودان. المبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان من جانبه أكد لأعضاء المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أن الطريق للوصول إلى الدولة المدنية التي ينشدها الشعب السوداني لن يكون بدون تحديات، فيما أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولين السودانيين عزم المنظمة الدولية دعم السودان خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بدعم جهود الإصلاح الاقتصادية. المدير العام لإدارة شؤون أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية أكد للمجلس العسكري دعم برلين للسودان في المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية، زيارات مهمة تدلل على دعم المجتمع الدولي للشعب السوداني من أجل تحقيق بنود اتفاق الأطراف السودانية على ترتيبات الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان الشقيق.